السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم لغة سي بليس بليس بلغة عربية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي بوكل، بالضبط لا بوكل فور، شنو الاستعمالات ديال لا بوكل فور وكيفاش نقدروا نصايبو ان بوكل فور. اول حاجة نقدر نعطيو واحد ديفينيسيون للبوكل فور، شنو هي البوكل فور ولا شنو الاستعمالات ديالها بالضبط. سيبوزون عندي مثلا واحد الميساج بغيت نافيشي اللي هو سي اوت مثلا هلاو وورد داكوغ، جي ندير بوان فيغول اكزيكوتي البروغرام. كنلاحظوا هنا بلي البروغرام تيكزيكيتا سون بروبليم، يعني كلشي غادي بخير. ليتيليزاسيون ديال لا بوكل هو انه حنا مثلا هاد هلا وورد هادي بغينا نافيشيوها مثلا واحد العدد ديال المرات، مثلا 20 مره 30 مره. واش منطقي انني اشاك فوم انكتب سي اوت هلا وورد؟ يعني مثلا بغيت انا سي اوت مثلا هاد هلا وورد 200 مره ولا 100 مره نكتبها 100 مره. دونك خاصني ان ميثود باش 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 تسهل عليا هاد العمليه هادي ولا هاد لوبيراسيون. الوغ هذا هو ليتيليزاسيون ديال البوكل فور، يعني كتعطيني العدد ديال لي زوبيراسيون اللي بغيت ندير. نمشيو نشوفو دابا لا ستركتور ديال البوكل فور كيفاش نقدروا نحطوه. لا ستركتور ديال البوكل فور يعني كيفاش كنقدروا نكتبوا بوكل فور. دونك يكون عندي كود، من بعد انت مان اللي هي لا فونكسيون برينسيبال، كنجي كندير فور. اون فوا كندير فور كنحل واحد البارونتيز، اول حاجه كندير لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل، يعني كنينيسياليزي الفاريابل منين بغيت تبدا. مثلا كنديكلاري واحد الفاريابل اللي هو اي، كنقول مثلا انت اي ايغال زيرو، يعني انت اي يساوي صفر. كندير الكونديسيون، يعني شحال ديال العدد المرات بغيت، كنقول مثلا اي انفيريور ا 10، يعني غيبقى يكتب اي واحد اي جوج اي ثلاثة اي ربعة حتى لتسعود، حيت قلنا حنا انفيريور ا 10. من بعد كندير لانكريمونطاسيون ولا ديكريمونطاسيون، واش بغيت داك الفاريابل يديكريمونطا ولا يتانكريمونطا. دونك كنسد كنسد البارونتيز وكنحل لي زاكولاد وكندير لي زوبيراسيون اللي بغيت في الكود ولا في البوكل فور. نحاول ندير واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. كيف كنشوفو هذا هو البروغرام اللي عندي. هنا عندي سي اوت هلا وورد، يعني تافيشات لي هلا وورد. سيبوزون هاد هلا وورد بغيت تافيشي لي 10 المرات. كنجي هنا قلت من بعد انت مان كندير فور، كنحل البارونتيز. عندي جوج طرق باش انني نديكلاري واحد الفاريابل جديد ولا انيسياليزي واحد الفاريابل. سواء ندير انت مثلا واحد الفاريابل سميتو اي يساوي صفر وندير بوان فيغول، ولا نقدر نجي هنا وندير انت اي ونعطيها مثلا ندير بوان فيغول من انيسياليزيها، صغير نديكلاري واحد الفاريابل راه اونتي سميتو اي. ولكن هنا ما غاديش ندير انت حيت ديجا انا مديكلاريها نومبر اونتي. داكوغ، دونك انا نرجعوها كيف كانت باش نخدمو. ندير هنا دو سلاش شي على شكل كومونتير. كيف قلنا حنا درنا لينيسياليزاسيون دابا ديال الفاريابل، من بعد غادي نديرو الكونديسيون، يعني شحال بغيتها من مرة. كندير اي انفيريور ا 10، يعني تكتب اي و اي 0 اي 1 اي 2 3 4 حتى ل 9، حيت قلنا حنا انفيريور ا 10 دونك ما خصهاش توصل 10. من بعد هنا كنجي ندير لانكريمونطاسيون ولا ديكريمونطاسيون. حنا ديجا شفنا الكور ديال لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون. في لانكريمونطاسيون حنا مثلا نخدمو هنا انكريمونطاسيون نديرو اي بليس بليس. لي خاصنا نعقلو عليه هما هاد لي بوان فيغول عندكم نساوهم. دونك كنحل لاكولاد جي نحطو وسط لي زاكولاد داكوغ، نكزيكوتي البروغرام ونشوف. كيف كنشوفو هنا تافيشات لينا هالا وورد واحد العدد ديال المرات، ولكن عندي واحد المشكل هو انني ما درتش الاند لاين. دونك ندير الاند لاين اكزيكوت البروغرام. كيف كنلاحظوا هنا هلا وورد كتبت لي 10 المرات، يعني واحد العدد ديال المرات. ما باش نشوفو اكثر غندير سي اوت، ما غنديرش هلا وورد، غندير اي يعني الفاريابل اي، اكزيكوت البروغرام ونشوف باش نفهمو اكثر. دونك هنا كنلاحظوا بلي تافيشات لي 0 1 2 3 4 5 جيسكا 9. الى درت هنا مثلا درت هنا اي انفيريور و ايغالا 10، نشوفوا شنو غيطرى لينا هنا. كنلاحظوا بلي تافيشات لينا حتى 10، يعني حتى 10 زاد. هنا في الكونديسيون كنقول لي اي انفيريور ا 10 دونك ما توصلش ليا 10، ملي كنقول لي انفيريور ايغالا 10 دونك يوصل 10. نعاود ندير دابا ولكن ندير ديكريمونطاسيون، يعني ديكريمونطي واحد الفاريابل. نجي ندير مثلا واحد الفاريابل اي والعدد ديالو اللي هو الانيسياليزاسيون ديالو هو صفر، ونجي هنا وندير سوبيريور سوبيريور ا 0 وهنا ندير اي موان موان، يعني ديكريمونطاسيون. اكزيكوت البروغرام ونتسنى.
كيف كنلاحظوا هنا ديكريمونطالي الفاريابل يعني 10 9 8 جوسكا 1 على جوسكا 1 متافيش هي 0 حيت درت هنا سوبيريور ستريكتوم يعني كون درت سوبيريور و ايكال غتافيش لي 0 نديروها دونك نديرو اكزيكيوت البروغرام كيف كنلاحظوا هنا تافيش ليا حتى 0 دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو تشوفوا فيديو جاي ان شاء الله.